أنا موجود معايا على تليفون معالي السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء. برحب بحضرتك معنا يا فندم، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، تحياتي. أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة السفير، عايزة أعرف يعني أبرز الحضور أو اللي وصلوا حتى هذه اللحظة من ملوك، رؤساء، وفود أو شخصيات يعني ممثلي شركات عالمية وصلت بالفعل لشرم الشيخ. يعني بدأت الوفود رفيعة المستوى في الوصول إلى مصر. السيد رئيس الوزراء كان في استقبال أمير البحرين، كان في استقبال نائب رئيس تنزانيا. هناك عدد آخر من السادة الوزراء بيقوموا باستقبال الوفود التي ستصل على التوالي. هناك مشاركة من 89 دولة في المؤتمر، منها تقريبا 22 إلى 25 دولة على المستوى الرئاسي بتتواصل على التوالي. البعض منها بيعد تمثيل سياسي مهم بيظهر ترابط بين مصر وتلك الدول. هناك البعض الآخر تمثيل اقتصادي رفيع المستوى، سواء كان على مستوى الدول، وزير مالية فرنسا على سبيل المثال سيكون حاضرا. هناك تمثيل لعدد كبير من المنظمات والمؤسسات التمويل الدولية سوف تشارك، مثل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، رئيس بنك التنمية الإفريقي، مديرة صندوق النقد الدولي، المدير التنفيذي لمنتدى ديفوس. بيتصل تلك الوفود على التوالي اعتبارا من اليوم وحتى غدا توقيت بدء عقد المؤتمر إن شاء الله. احنا عندنا يعني رقم معالي السفير بالنسبة للوفود اللي وصلت بالفعل، الوفود المنتظر انها توصل بكرة ان شاء الله؟ يعني كما اشرت لحضرتك ان الوفود بتصل حتى الان، هناك الوفود تصل على التوالي والمنتظر ان يكون هناك في وفود من مشاركة من 89 دولة ان شاء الله داخل المؤتمر. طيب هل مثلا في مجلس الوزراء في غرفة عمليات بتتابع الوضع في شرم الشيخ، بتسجل لو في اي ملاحظات او اي شكاوى؟ احنا في التقرير اللي عملناه من شوية، طبعا احنا عارفين ان السادة الوزراء كلهم موجودين دلوقتي في شرم لمتابعة الوضع على الارض وتسهيل اي مشاكل ممكن تحصل والتعامل معها على الفور، لكن مجلس الوزراء ازاي بيتابع برضو، ازاي شايف الوضع في شرم حاليا؟ يعني هناك غرفة عمليات لمجلس الوزراء بتوجد في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى وجود فريق عمل كبير من مجلس الوزراء بيتواجد منذ عدة أيام داخل مدينة شرم الشيخ، وكان بيتواصل مع مجلس الوزراء. وبوصول السيد رئيس الوزراء مساء أمس يعني أصبح كافة الاستعدادات وكافة الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة وداخل الحكومة بتعمل على خدمة المؤتمر وعلى حل أي مشكلات. وفي الحقيقة يعني الجولة اللي قام بها السيد رئيس الوزراء بالأمس أظهرت أن هناك استعداد تام على مختلف الأصعدة، سواء الاستعداد الأمني الطبي، استعداد اللوجستي داخل مركز المؤتمرات، استعداد بالفعل مكتملة، بالإضافة إلى الاستعدادات الموضوعية المتعلقة بالمشروعات التي سيتم عرضها وبدراسات جدوى بتعدها بنوك الاستثمار المحلية. فيعني المؤتمر أصبح بالفعل جاهزا للانطلاق، وهو جاهز أكتر كمان يا معالي السفير بخروج قانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية اللي صد عليهم رئيس الجمهورية. وطبعا على مدار الأيام اللي فاتت كنت حضرتك موجود معانا، ودايما كان السؤال وكنت بسألك فين قانون الاستثمار، فين التشريعات، يعني إمتى هتخرج للنور؟ فلو نتكلم على هذه التفصيلة وعلاقتها طبعا وإزاي هتخدم الأجواء هناك أو تبقى حافز للمستثمرين. يعني كان هناك حرص من السيد رئيس الوزراء دائما على أن يخرج قانون الاستثمار قبل عقد المؤتمر، ولكن الأهم أن يخرج وهو يحتوي على أهم البنود التي جاءت. تم عمل مقارنة بين 10 قوانين في 10 دول لاستثمار فيها دول ناجحة واعتمدت في نجاحها على قانون الاستثمار الخاص بها، وتم عمل مقارنة بينها وتضمين أهم ما يتناسب من تلك القوانين العشر في قانون الاستثمار المصري. وده كان هدف رئيسي للسيد رئيس الوزراء، وبناء عليه فتح ده أكثر من اجتماع للمتخصصين من أساتذة الجامعة في الاقتصاد، من رجال الأعمال، من الروابط الاقتصادية مختلفة، من أجل أن يخرج هذا القانون شاملا وجاذبا للأجواء الاستثمارية. ولكن بالتأكيد كان هناك عدد آخر تم صدوره بالفعل في الماضي كلها تتعلق بالأجواء الاستثمارية الجاذبة، زي قانون حماية المنافسة، قانون تمويل متناهي الصغر، قانون التعدين، قانون تنظيم الطعن على العقود، قانون حماية المنتج المصري، قانون الطاقة المتجددة، كل دي قوانين امبارح قانون المجتمعات العمرانية وصدرت بالفعل وانضم إليها الآن في موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على عدد من القوانين والتي صدرت بها قرارات رئاسية. بس دي مش هتكون آخر حاجة يا معالي السفير، يعني في تشريعات وفي قوانين تانية هيتم العمل عليها حتى ما بعد انتهاء المؤتمر.
بالتأكيد قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون التسجيل التجاري، قانون الإفلاس، قانون الجمارك، دي قوانين أخرى بتعمل الحكومة على إنفاذها بعد فهم. المؤتمر. يعني أنا أود التأكيد إن أيوة فهم. المسيرة الاقتصادية لمصر يعني بدأت قبل المؤتمر، المؤتمر ركن أساسي فيها، ولكن العمل بيستمر لما ما بعد هوش المؤتمر النهاية، أيضا إن شاء صحيح. الله. شكرا سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء وأيضا المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، شكرا لحضرتك.